أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بعض المرات فضيلة الشيخ إمام المسجد يطول في إحدى السجدات وأيضا في إحدى الركعات يطول دون الأخرى، هل تكون الركعات بالتساوي؟ نعم، تكون الصلاة متعادلة، إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام يخفف الركوع والسجود، وإذا توسط يوسط الركوع والسجود، فتكون صلاته متعادلة. نعم.